لا ما يصح. مجرد ما رفع هذا من الأرض قد يمر صاحب هذا الجهاز وينظر هنا ولا يجده، فأنت مجرد ما التقطت هذه اللقطة أصبحت الآن عندنا ضامن وأمين. أي نعم. طيب، لا تعدي ولا تفريط. فماذا يصنع؟ يصنع إذا التقط اللقطة التي هي غير ما تقل قيمته أو الضوال التي تمتنع عن صغار السبع، ماذا يصنع؟ يعرف هذه اللقطة مدة سنة كاملة. أين؟ ينظر في غلبة الظن، غلب على ظنه أن الذي فقط لهذه اللقطة يمر من هذا الطريق، إذن يعلن هنا. عندنا بعض الجرائد وكذا التي فيها إعلانات يعلن، أقرب دكان مثلا يأتيه ويتردد عليه في عام كامل. بعد سنة تكون هذه اللقطة ملك له. مفهوم؟ أعيد؟ تعيد؟ نعم نعم. اللقطة على ثلاثة أقسام: ما تقل قيمته ولا تتبعه أوساط الناس، القلم والخاتم. هذا خاتم، نعم، أما خاتم ذهب لا. وكذلك عندنا بعض الساعات ما تساوي شيء أصلا، صحيح؟ نعم. والعصا وغير هذا، فهذا يلتقط ولا إشكال فيه. والضوان القسم الثاني التي تمتنع من صغار السبع: إبل، خيل، بقر. حوث بالله، البقرة إذا جاءها صغار السبع تقف، وكذلك الحمار يقف ويقول تفضل. نعم، ماذا دهاك يا رجل؟ البقرة ما تمتنع من صغار السبع، الله أعلم. وكذلك الحمار، أكرمكم الله، حمار يقتنى أم لا؟ يقتنى. إذا جاء صغار السبع وما يصنع شيء أصلا، توقف والحمد لله. الطيور، وإما أن يكون الدفاع بالقرون مثلا أو بالجري كما في الخيل كذلك، أو بالقوة أو بالطيران، صحيح. انتهينا، هذا القسم الثاني، هذا لا إشكال فيه. الإشكال أكثر ما يكون في القسم الثاني، ولذلك هذا من فقه الفقهاء، ذكروا الأول والثاني وتركوا لك قسم الثالث. أمثلة: جوال آيفون، لكن في جوال آيفون من عام الثمانينات، هذا يعني حتى يعني الفقراء ما يأخذه، يتركوه. وأنت ترى الآن يعني أشياء ما يتبع أحد، قارورة البلسي هذا الفارغ ما يأخذها أحد ولا يسأل عنها أحد، استرنا، صحيح. نعم، الأوراق كذا، الجرائد، المجلات، حتى لا يأتي يأخذها أحد، صحيح. طيب، مثال آيفون 100 يورو، ساعة، بعض أنواع الساعات يعني لها قيمة، صحيح. وغيره، حاسوب، آيباد، نعم، وغيره. ماذا نصنع قبل أن ترفع أي شيء من الأرض يغلب على ظنك أن تعرف هذا الشيء لمدة سنة كاملة هجرية؟ اليوم كم؟ 27. يا رجل، 27 من شهر ديسمبر، هذا لا تنظر إليه أبدا في الشريعة هنا. نعم، تنظر إلى تقويم الهجري. من قال 27؟ حوذ بالله، لا اعتبار لهذا أصلا. نعم، تقويم بالهجري.
تنظر هذا اليوم أي من أيام السنة، شهر صفر في يوم كذا 25 من شهر صفر عام 1435 من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام إلى 25 من صفر عام 1436، تعرف في المكان الذي يغلب عليك أن صاحب هذه السلعة يأتي ويبحث عنها مدة عام كامل إلا لقطة مكة. فماذا تصنع؟ تأخذها إلى قسم مفقودات الحرم وهم يعرفها لأنها لا تلتقط، مفهوم؟ طيب غير هذا، ضالة الغنم، ضالة غنم يعني في مكان يغلب على الظن أنك إذا لم تأخذها ماتت أو أخذها الذئب، قال هي لك أو لأخيك أو للذئب، ماذا تصنع؟ تأخذها وتعرفها سنة كاملة. كيف نعرف أنها ضالة؟ يغلب على الظن أنك إذا لم تأخذها وتحافظ عليها ماتت أو كانت للذئب أو كانت لأخيك. انتبه. اي نعم، رجل كان لديه يعني شاة وضاعت، مجرد ما ضاعت توجه مباشرة إلى المسجد. لماذا؟ أخذ يدعو يقول يا لا تجعلها في يد فقير، لأنه لو جعلها في يد بعض الناس هدانا الله إياه يجد لها ألف مخرج، يقول لعلها لكافر، لعلها لكذا، يأكلها الحمد لله. إذا هذا الباب حتى تعرف الأشياء التي تلتقط والتي لا تلتقط، والأشياء التي تعرف والتي لا تعرف، مفهوم؟ طيب فتح الله عليك. اللقيط هو الذكر أو الأنثى، ولد لا يعرف أبويه، فماذا نصنع؟ قال التقاط اللقيط والقيام به فرض كفاية. عندنا فرض كفاية وفرض عين، من يفرق لي بين فرض الكفاية وفرض العين؟ من يفرق لي بين فرض الكفاية وفرض العين؟ فرض الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقي، والبعض يقول لا ما نريد هذا، إذا قام به البعض سقط عن الباقي، لا، فرض الكفاية ماذا؟ ينظر فيه إلى الفعل ولا ينظر فيه إلى الفاعل، ينظر فيه إلى الفعل ولا ينظر فيه إلى الفاعل. الأذان هنا في هذا المسجد فرض كفاية، ينظر فيه إلى الفعل، أي واحد أذن حصل الفرض. طبعا هناك تنظيم إمام المسجد والمؤذن وكذا لا إشكال. القضاء لا، فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقي، وإذا لم يقم به البعض أثم الجميع، خطأ. ما يصح أن تقول أثم الجميع، أثم من؟ ولا كان حتى هذا قاضي، حتى أنا أكون قاضي، لا ما يصح، أثم من هو أهل للقضاء. ولذلك قلنا الصديق رضي الله عنه عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم قام، لأنه عرف أنه لابد من القيام، فرض على الصديق، والحكم أن يكون هناك خليفة، فرض كفاية، قام به البعض الصديق سقط عن الباقي، وإن لم يقم به البعض سقط عن الذي لا يستطيع، وكان الإثم على من استطيع. أما فرض العين ينظر فيه إلى الفاعل ولا ينظر فيه إلى الفعل. الصلاة الآن فرض عين، انظر فيه الفعل، لابد أن يصلي الجميع. نعم، لو صلى واحد وقال الحمد لله سقط عن الباقي ما صح،
مفهوم؟ طيب اجلس فتح الله عليك. فإن تعذر يعني لم نجد أحد يأخذ هذا اللقيط يكون على بيت مال المسلمين. أيضا ذكر باب المسابقة والمغالبة، وهذا إشكال، ما أدري يوجد لديكم هذا، والله أعلم أنه كثير. كيف هذا الأخ لديه فريق للعب الكرة هدانا الله إياه، وهذا لديه فريق، وهذا لديه فريق، وهذا لديه فريق، يجتمع هؤلاء يقول اسمع، كل فريق يدفع 1000 يورو، ويدفع الناس في الكرة كل شيء، والكرة جمعت كل شر على وجه الأرض، قمار وسحر وكهانة ونساء وغنى وغيبة ونميمة، وحدث ولا حرج، صحيح؟ نعم. المهم اجتمع هؤلاء على أن يدفع كل فريق 1000 يورو، أجمع هذه الأموال، المركز الأول يأخذ مثلا 3000 يورو، المركز الثاني 2000، المركز الثالث 1000، مفهوم؟ هل يصح؟ لا يصح، لأنه يدفع الكل ويربح البعض ويخسر البقية، مقامرة، هذا هو القمار. لكن اجتمعوا على الجري، من يربح أول واحد دون أن يدفع أحد منهم شيء، يصح؟ صح، لا أشكال. طيب قلت أنا من يفوز في هذا السباق أعطيه 1000 يورو، يصح؟ يصح. طيب تصح في أحوال ثلاثة، المسابقة أن تكون بعوض، يعني بمال، سواء كان نقود أو سيارات أو جوال أو ما إلى ذلك. فنقول مثلا في سباق الخيل مثلا، يدفع هؤلاء أصحاب الخيل ويتسابقوا، وكل واحد منهم يدفع، تصحنا أن تكون بعوض؟ يصح في أشياء ثلاثة، من يعرفها؟ في أشياء ثلاثة فقط يصح أن تكون المسابقة والمغالبة بعوض. نعم، من يعرف؟ في المسابقة بين الخيل والإبل والسهام الرمي، نعم يصح. وأضاف الشيخ الإسلام المسابقات في طلب العلم، لأنه يقول هذه تؤدي إلى قوة الإسلام، كما في المسابقة بين الخيل والإبل والسهام، هذا على ما يرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. طيب أما المسابقة بغير عوض يصح في كل شيء ولا إشكال، ما لم يكن هذا في محرم. الآن هناك بعض الألعاب، نعم ذكرنا في الدرس الماضي باربي، الآن نذكر هنا شطرنج، مربعات ذات لونين، ملك، وزير، والله جنود، المهم كذا وكذا، خيل ولا ما أعرف، يلعبوا بها، موجودة؟ موجودة. ما حكم اللعب بالشطرنج؟ كبيرة من كبائر الذنوب. هل تصح المسابقة والمغالبة في الشطرنج؟ أصلا لا يصح اللعب بالشطرنج. النرد، تعرف النرد؟ النرد مربع فيه من 1 إلى 6، ومربع ثاني من 1 إلى 6، يسميها بعض الناس والله لا أعرفها طاولة
أوقف. نعم بقامون واحدة واحدة اسمها بالفرنسي عيد نعم هذا النرد مربع فيه من واحد إلى ستة والمربع الثاني من واحد إلى ستة حتى هناك يعني غير هذه ألعاب يعني ترمي وتنظر كم تمشي من خطوات والثاني يمشي وهكذا اللعب بهذا النرد كبيرة من كبائر الذنوب ما تمسك هذا النرد أبدا اجلس فتح الله عليك طيب الآن عندنا إشكال تأتيك رسالة فيها يمكن لك الاشتراك في مسابقة اتصل علينا وضع معلوماتك وتخرج ضمن السحب كثير هذا الاتصال على هؤلاء يكلفك على أقل تقدير الدقيقة 5 يورو نعم موجود هذا صح هذا يدفع 5 و5 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 يجمع هؤلاء 5 ملايين والجائزة 1 مليون هذا قمار مفهوم إذن هذا الاتصال على الأرقام محددة تخرج أحيانا في الشاشة عندهم أو كذا وتأتيك عبر رسائل الجوال يدفع هذا ويدفع هذا ويدفع هذا وفي آخر الأمر يفوز واحد وقد لا يفوز أحد مقامرة لأنه يدفع الكل كثير صحيح وتأتي للشيخ رسالة مبروك مبارك ربح سيارة بورش 2013 اتصل علينا حتى تعطينا المعلومات وكذا وندفع لك السيارة يتصل يأخذ منه 50 يورو أحيانا وفي النهاية لا يجد شيء تأتيك رسائل أحيانا عبر البريد الإلكتروني إيميل ما تدفع شيء وأنت تقول أنا ما دفعت شيء يقول لابد أن تفتح حساب في مصرف كذا تفتح حساب وتدفع لفتح الحساب 500 يورو ثم يقول لابد أن تصنع لنا اعتماد عند البنك وتحول لنا 1500 لأننا لا نستطيع التحويل إلا بدفع كذا كثير كثير لو تدخل وتبحث عن عمليات النصب التي تمت تجدها كثيرة هذا حتى إن قلنا أن هذه العمليات ليست عمليات نصب احتيال هي مقامرة مفهوم؟ طيب يبقى معنا الغصب يعني أخذ مال الغير بغير حق خرج بهذا أخذ مال الغير بحق في أخذ مال الغير بحق نعم وفي أخذ لمال الغير بغير حق نعم فإذا كان أخذ مال الغير بغير حق فهذا قصد كبيرة من كبائر الذنوب مثاله جاء إنسان لهذا وأخذ منه السيارة أو أخذ منه قطعة أرض أو أخذ منه الآيفون مثلا ننظر لماذا أخذ منه قال هكذا فهذا غصب كبيرة من كبائر الذنوب يجب عليه إرجاع ما أخذ ولو كان يؤدي هذا إلى أن يغرم أضعاف مضاعفة يعني أخذ منه قبل سنة أرض أخذها وباعها باعها بكم؟ بمليون يورو والآن تاب بعد 10 سنين ترجع له هذا الأرض قال ما استطيع الآن الأرض تساوي كم 20 مليون نقول ما نعرف لابد أن ترجع له هذا لأنك أمين صح لا لأن غاصب ظالم ولو تغرم أضعاف مضاعفة
لا علينا بها، مفهوم؟ هذا ما يتعلق بالغصب، كبيرة من كبائر الذنوب. الآن مثاله أخذ آيفون من إنسان بغير حق، بعد 10 سنين تاب وقال والله تبت إلى الله، تفضل الآيفون. قل ما يصلح ولا ينفع بيورو أصلا الآن، ارميه، لأنه نقص الآن، فيعطيه قيمة الآيفون وقت أخذ. أي نعم. أو زاد، مثاله الآن أخذ منه كيلو ذهب، وقت الأخذ كان كيلو الذهب يساوي 1,000,000 يورو مثلا، والآن يساوي كذا، يعطيه الآن الزيادة هذا لأنه يزيد، صار فيه ربح لهذا. طيب، يقول أخذ من إنسان آيفون غصب وظلم، ثم باعه لآخر، وهذا الآخر يعرف أن هذا مقصوب ومسروق، حكم الثاني مثل حكم الأول، ظالم متعدي. نعم. ولذلك قلنا لا تذهب إلى هذه الأسواق السوداء تشتري منها. نعم. طيب، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.